Yeah. I don't know. Yeah. I don't know. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسويح في تغطية جبارة وحصرية في ناس بقونا بس نقول يستاهلون. وفيهم الخير والبركة ما قصروا، بس قلت أنا لازم أغطي لكم إياه بنفسي. معكم أبو سويح مع ذا الوحش الجميل الفورد F-150. طبعا هذا بالكامل هو بلاتينيوم بالأساس، كامل مواصفات البلاتينيوم موجودة فيه من ناحية الأمان، من ناحية الراحة، كل شيء، من ناحية العزل، من ناحية كل شيء إلا التعليق وإلا الصدام الأمامي والإضافات الخلفية والكشافات الأمامية. طبعا هنا صدام أمامي حديد مع سحب وشنكارين أمامية مع إضاءة تلد، وكل هذا تعديل باكس باور. طبعا السيارة إلى الآن مهب للبيع، طبعا طلب مسبق، وسعرها تقريبا على كلام الشباب انها في 570، هذا السعر المبدئي. طبعا السيارة تجي تحجزها وتشوف متى توصل. طبعا هذا وحش الاف 150 الفا من تعديل باكس باور. طبعا الاختلاف في المحرك نفس محرك البلاتينيوم، ولكن اللي هو 5 لتر، ولكن عليه سوبر تشارج 3 لتر، يعني المجموع 8 لتر. انت تتكلم عن سوبر تشارج 3 لتر، مولد عدد احصنه 770 احصان، اقوى من التي ار اكس الدوج رام اللي هو 702. طبعا هناك حجم الماكينة اكبر، ولكن هنا عدد الاحصنة اكبر او اكثر. طبعا عليه سيستم بورلا اكزوست كامل من شركة بورلا، ويعطيه نغمة جميلة جدا. وعندكم السيستم التحتي كامل معزول بالألمنيوم والحديد وسسبنشن من شركة فوكس ومساعدات رابتر، معروف التعليق في شركة فورد من نجهة نظري أنا، واتفقوا عليه كثير إنه جبار التعليق، وشفناه هنا في الرابتر. وهنا التعليق مستخدم نفس التعليق المستخدم في الرابتر. طبعا السيارة مش أقول لك، جبارة جبارة جبارة، في نفس الوقت ميزات الراحة والأمان والعزل موجودة، هذا اللي عودتنا عليه فورد. شوف لكم هنا لقطة سريعة على الباكس باور ألفا F-150. شوفوه في الأساس بلاتينيوم، هنا عندك السوبر شارج 3 لتر زي ما قلت، إن الإكزوست كات باك دول إكزوست سيستم with black tip من شركة بورلا، اللي أكد لكم أنها من شركة بورلا. تشوفون الشعارات الموجودة فيها، بورلا شكل السيارة تحفة، ما يخليك تبعد عنها ثانية والله. واللون الأسود وحشي مع سيلفر، ما أدري وش أحكي وش أقول. السيارة جدا رائعة رائعة رائعة، كام السيارة أعطيكم نظرة. بالنسبة للجنط، جنط أسود مع كليبرات وفرامل رياضية، شوفون النقش حقتها، وهنا شوفون الكفر من شركة تويو، المقاس 35 × 12.5 × 17 الجنط.
جميل تحفة. ايش رايكم انتم؟ دون اراكم زين؟ تسمعون الصوت؟ اسمعوا ما شاء الله ما شاء الله نسمع لكم صوت الصوبة. هذا المحرك 5 لتر 770 حصان. طبعا الموتر F150 البلاتينيوم المعروف، بس عليه تعديل كامل من شركة باكس باور. طبعا الإضافات عليه إكزوست من بورلا، وعندكم عليه السوبر تشارج 3 لتر وتسارعه من 0% ب5 ثواني فاصلة 16 ثانية. طبعا منافسينه الدوج رام TRX. طبعا حجم الماكينة كامل 5 × 3 يعني 8 لتر، 8 اسطوانات، شيء جميل من الآخر. طبعا عليه كت كامل، شوفوا شوف عليه 4 حساسات وعليه صدام حديد ورؤية 360 درجة، حزل، وعندكم مساعدات، محرك طرب ما يخليك تبعد عنه، جميل جدا. طبعا سيارة للعرض والسيارة طلب مسبق. شيء جميل، شيء على قولهم فاخر من الآخر. الصراحة جميلة السيارة جدا. تشوفون فيها إضاءات داخلية في الرفارف، المساعدات اللي عليها فوكس رابتر أمامية وخلفية. طبعا هنا عندكم شعار F150 وباكس باور شركة. هنا كاميرا وهنا إضاءة LED، إنارة جانبية، والكود المعروف ودخول ذكي. طبعا شيء شيء مجهز من الآخر. تشوفون عليها مساعدات فوكس رابتر مجهزة. هنا عندك سبيرين، وعندك الإنارة الخلفية مع إنارة في السقف. هنا زي ما قلت لكم ان الموتر فورد F150 بلاتينيوم، بس تعديل الفا باكس باور. تشوفون هنا بورلا، اسمع الصوت طرب طرب طرب. طبعا 4 حساسات خلفية وكشافين خلفية. طبعا تنزل إلكتروني، في نفس الوقت تطلع إلكتروني بالريموت. شوف الكشافات خلفية، وهنا فيها ميزة إنها تتحرك من داخل السيارة الإضاءة. طبعا هذه البويه اللي أقولكم فيها اللي هو العزل، وهذه LED شنكارين و 400 واط، 120 فولت. وهنا معروفة كالعادة نفس الأول بلاتين ما تغير. هنا المسطرة، هنا تحط أشياء تستخدمها كأوراق أو مستندات اللي تبغى تستخدمه. هنا هذا شكله. شوف لكم هنا شنطة إلكترونية زي ما قلت لكم. شوفون شعار فورد فضي، الصوت ما يخليك تبعد عنه.
شيء جميل من الآخر. طبعا كاميرا خلفية وإضاءة LED زي ما تلاحظون. تشوفون المساعدات اللي أتكلم عنها، هذه اللي تحرك الإنارة اللي فوق، وهذا أدكتيف ديزرت ديزاين. هنا دواس عزكم الله إلكترونية، شوفونا هذه للدخول، هذا مفتاح السيارة فورد، فتح وغلق، تشغيل عن بعد، وفتح الشنطة وغلقها إلكترونية. طبعا كالمعتاد كنتارة جلد، وأنظمة الأمان في السيارة هذه جدا كاملة، والكامل وجه الله. طبعا فورد كما عودتنا أنها هي في الأمان شيء تهتم له كثير، يعني شوف حتى في السيارة اللي في الأوفرود اللي مفروض أنها تصير مرة ما فيها شيء إلا مهتمين للشيء هذا. هنا سنتر لوك، وهنا عندكم الذاكرة الخاصة بالمرتبة، هنا عندكم الأمامية أوتو والخلفية عادي للنوافذ، هنا التحكم بالمرايا وغلق الزجاج الخلفي مع طي المرايا. هنا تشوفون نقطة العميلة، وحش والله وحش، جلد بالكامل مع التطعيمات. الكنتارة هذه تعطيك شيء جميل. تشوفون هنا هذه فيها تكييف تهوية. طبعا هنا سماعات سيستم B&O، هنا نقاط العمية تحذيرية للسائق داخل. هنا الإضاءة الجانبية تكلمتكم عنها في الجهتين، هذا تحكم بالإضاءة، وهذا إضاءة الطبلون، وهذه اللي التحكم بالمساعدات. تشوفون تشوفون تتحرك، تشوفونها تشوفون تتحرك، المساعدات والتبليك اللي قلت لكم. لكم السيارة أشوف لكم وش فيها، هذا العداد، عداد الار بي ام، وعداد السرعة اليمين، والحرارة، والزيت، وزيت الجير، وسعة التانكي. طبعا السيستم اللي عليها جدا فيها عندها، خلنا نرجع لكم هنا، شوفوا هذا، هذا النافيجيشن، فيها نافيجيشن وتليفون وسيستم صوتي. هنا مقود القيادة شعار بلاتينيوم، هنا مثبت السرعة والرادار وأوامر سيري مع الملتي ميديا، تليفون وأوامر المنيو. خلنا نسوي أوك أوك، هذه الأوامر المعتادة في البلاتينيوم نفسه. طبعا هذا الجير المعروف المنصفط اللي عودتنا عليه فورد، هذا شوف عشان تقدر
تتحكم في مساحة زيادة. هنا عندكم الدرج الوسطي، هنا شاحن سريع USB وشاحن لاسلكي مع مساحة تخزين. هنا 120 فولت و 12 فولت. هنا في درج خايف اكسره، ونفس الحكاية هنا في درج مقفول بالمفتاح. طبعا هنا الدبل، دبل خفيف دبل خلفي، وهنا دبل خفيف وثقيل ودبل اوتوماتيك. هنا تكييف مراتب، وهنا تسخين المقود. التكييف، هذه الأوامر الصوتية. هنا سماعات بي اند او، هنا مساحة تخزين، ستوب ستارت، الكاميرا المحيطية، الاوتو بارك، والانوار التحذيرية، والتراكشن ونزول منحدرات، فتحة سقف عملاقة تشوفونها، فتحة سقف عملاقة. هنا الأوامر التخزينية للجراج الخاص بالبيت، إضاءة LED، إضاءة LED سيستم، تويترات فوق، شيء جميل. المسكات على اليمين، تويترات هنا، تويترات فوق، سماعات، الدرايش معزولة بالكامل، معروفة فورد. هذا الجير اللي من 10 سرعات، هذا بالنسبة للداخل. هنا كوب هولدر مع مانع اهتزاز، جدا جميل. إضاءة LED، إضاءة LED، مراية وإضاءة LED، جميل جدا. تعتيم اوتوماتيك. خلنا ننتقل لكم خلف. هذا ما قلنا لكم التحكم، وهذه الإضاءة شغلناها لكم، أزرتها موجودة هنا. خلنا أوريكم الإضاءة كاملة، تشوفون الإضاءة قلت لك الشفات. إضاءة الكشافات كاملة. خلنا نسكر لكم الكبوت. شو الإضاءة، ما شاء الله ما شاء الله، مجهز كامل للبر، مجهز كامل، الإضاءة كاملة LED. هنا هذه فتحات مو بحقيقية، فتحات كذا ديزاين، كانت منيت انها فتحة. هنا شعار الفا، هنا باكس باور، هنا شعار الفا، جميل. الاي دي كامل السيارة، صراحة سيارة تستاهل الواحد يشتريها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما وريتكم أنا الإضاءة الداخلية، تشوفون كيف جميلة جدا على الأربع إطارات كاملة. خلف نفس الشيء، كنتارة، مسكة اليد هنا والنافذة، هنا كوب هولدر، هنا مساحة، هنا كوب هولدر، مساحة، سماعات، كنتارة، جلد، مساحة تخزين، إرباقات كامل، ستاير، مراتب أمامية كامل ما شاء الله. الحماية بعد الله كاملة. هنا هنا مرتبة خلفية، هنا خلينا نفتح الباب عشان الإضاءة، مساحة تخزين، تكييف خلفي، مقبس 12 فولت، وتسخين مراتب خلفية. هنا 120 فولت وشاحن USB وتايب سي سريع. مساحة تخزين في الجهتين، LED وعلاق،
وكوب هولدر وثلاث مساند رأس. جميل جدا جدا جدا. وش أحكي وش أخلي؟ بس المحرك ولا المواصفات ولا شيء جميل 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 جميل. الصوت ما يخليك تبعد عنه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. 770 حصان. لمبات ضباب. جدا تحفة هالموتور. طبعا اللي يستفسر عنه هو طلب مسبق عند توكيلات الجزيرة فورد. طبعا سعره تقريبا المبدئي 570 تقريبا سعره 570 طلب مسبق. فاللي بيستفسر يجي عند الشباب هنا في توكيلات الجزيرة وبيوافونا بكامل المعلومات. طبعا هنا اللي تشوفونه هنا فيه ونش أمامي، شناكير سحب مع إضاءة ليد أمامية. وبكذا أقدر أختم تغطيتي للوحش الألفا باكس باور الف 150 من شركة فورد. التحفة هذا اللي صراحة ما ودك تبعد عنه. قلنا لكم انه سعره تقريبا ما يقارب 570 الف ريال وطلبه طلب مسبق. تجون تستفسرون هنا من صالح حق توكيلات الجزيره اللي في شركه فورد وما راح يقصرون معكم. وهو حجز الان، هذا فقط عرض. وصراحه ما قصر معي الاستاذ والاخ حسين البريكي، عطاني فرصة لتصويره كامل وأشكره كل الشكر. وأشكر شركة توكيلات الجزيرة لإتاحة هذه الفرصة والتصوير الوحش الجميل. صراحة ما قصروا مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة صراحة. وأنتجت فورد وحش ينافس التياركس 770 حصان. من كان يتوقع؟ جدا جميل. وبكذا أقول لكم شوفكم في تغطية قادمة بإذن الله. فلا تنسونا من اللايك والإضافة وشيروا المقطع، خلوا الناس تستمتع زي ما أنتم استمتعتوا. وبكتب لكم أرقامهم في الوصف، اللي بيستفسر موجودة في صندوق الوصف تحت. فشوفكم على خير.